أمريكا احتفلت أمس بعيد استقلالها، واللي هو طبعاً عطلة رسمية وطنية، ويعني احتفالاتها بتستمر طوال الأسبوع. لكن في أكثر من مشهورة أمريكية فاجأوا العالم بتصريحات أنهم مو ناويين يحتفلوا، وعلى حساباتهم شاركوا في حملة ألغوا الرابع من يوليو، لأنهم شايفين أنه أمريكا بحسب رأيهم ما عادت مستقلة زي أول. والسبب قرار المحكمة العليا التاريخي نهاية الشهر الماضي والمتعلق بحق الإجهاض. فالمحكمة ألغت حكم تاريخي صادر من 50 سنة بيعطي المرأة حق دستوري بإجهاض نفسها. القانون هذا محل نقاش وانقسام أزلي في أمريكا بين ناس مع وناس ضد. عادة الجمهوريين هم المعارضين للحق تماما، المعارضين للإجهاض، وشايفينه قتل وما ينفع وما يجوز. الديمقراطيين عادة هم شايفينه حق للمرأة، وأنه هي لها الحق في التحكم في أي قرار يخص جسمها وهذه الأمور. على فكرة حتى الآن اللي مو متابع الشأن الأمريكي أكيد شاف فجأة الضجة الهائلة اللي عملها الحكم التاريخي هذا، فيعني أصداء وصلت كل العالم، وحتى شفنا رؤساء وزعماء ومسؤوليين مو أمريكيين بس بيعطوا رأيهم في الموضوع. عشان نكون دقيقين أكثر، فحق الإجهاض مو الحق الدستوري الوحيد اللي بدأنا نسمع مؤخرا عن الأزمة اللي عاملها، فحق حمل واقتناء الأسلحة هو حق دستوري أمريكي آخر جدلي جدا، والصراع عليه أزلي، وبيتجدد الكلام عنه كل ما بنشوف حادثة جديدة من حوادث إطلاق النار العشوائي. السؤال هنا هو شو معنى هدول الحقين تحديدا اللي عاملين الجدل هذا؟ فعليا جدل ونقاش ممكن نسميه أزلي، يعني أي مرشح لأي منصب في أمريكا أول ما يترشح أول سؤال بينسأله عن رأيه في هدول الملفين على طول. هذا غير الانقسام والاستقطاب اللي عاملينه بين الناس اللي معه وضد. احنا عموما عشان نفهم هذا الموضوع حينضم إلينا عبر سكايب أحمد الحنطي الباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا فيك معانا أحمد. ليش هذول الموضوعين تحديدا عاملين حالة الانقسام الكبيرة هذه؟ أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى الأخوة المشاهدين. يعني الموضوعين هذول عليهم قضية كبيرة، لأنه هي ليست مواضيع ذات شعبية كبيرة. يعني الفئة اللي تطالب بإطلاق حق يعني حمل وتداول الأسلحة، وكذلك الفئة اللي تطالب بتجريم الإجهاض، كلها فئات أقلوية، يعني لا يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع، ولكنها فئات منظمة جيدا، ويعني وتعمل بإخلاص. يعني كل نشاطهم السياسي مركز على المواضيع هذه فقط. يعني هم يحددون لمن يصوتون بناء على موقفهم من الموضوع هذا فقط وليس أي شيء آخر. فهذا يعني أعطاهم قوة، وعندهم تنظيم طويل. يعني القضايا حكم الإجهاض هذا ما هو نتيجة، يعني ما هو نتيجة عمل سنة ولا سنتين، هم لهم 30 سنة يشتغلون ويخسرون يحاولون ويفشلون إلين نجحوا الآن. فيعني هذا أعطى زخم كبير للموضوع هذا. إيه إذا بس توضح لنا كمان ليش الآن نجحوا؟ يعني السر في المحكمة العليا، لأنه صارت المحكمة العليا ذات أغلبية يمينية، يعني ومستعدة أن يعني تذهب بعيدا جدا في موضوع الإجهاض. هذا الشيء لم يتحقق من السبعينات. يعني أخيرا كان في كذا تعيين في عهد الرئيس ترامب، وكانوا طبعا من اليمينيين على قولتك، أو ريبوبليكنز يعني أو جمهوريين. طيب الآن هذول القضيتين، كل مرشح لازم ينسأل عنهم، هل فعليا انت بتقول انه الناس مو قد كده مهتمين في الموضوع؟ اذا ليش بتصبح قضايا محورية في الانتخابات؟ يبقى الموضوع هذا ترى على الجانب الجمهوري اكثر من الجانب الديمقراطي. أوكي. السبب انه في فئه من الناخبين، من اللي يعني يصوتون للحزب الجمهوري، يعني كما ذكرت يصوتون حصرا بناء على الموضوع هذا. فبالتالي انا يعني لو افترضنا ان انا واحد منهم، انا انظر هل المرشح اللي سأصوت له لابد انه يكون يرى انه يجب تجريم الاجهاض ولا لن اصوت له. بغض النظر عن اي شيء ثاني، وش برنامجه السياسي الاقتصادي، الاشياء هذه كلها ما تهمني، انا يهمني الموضوع هذا فقط. فبالتالي الموضوع هذا يكون عليه تركيز، والمنظمات اللي تشتغل عليه ترى منظمات مموله جيدا، يعني عندها كميه تبرعات كبيره تسمح لها بعمل جهد على الارض. يعني عندهم
المسيره السنويه حقتهم في واشنطن دي سي حقت يعني معارضي الجهاض مسيره ضخمه جدا، يعني حتى لو كان الاعلام ما يغطيها بشكل كبير لكنها حدث سنوي ضخم جدا، يجونه من كل اماكن امريكا. ايه طيب، شفنا كمان اهتمام عالمي بهذا الموضوع، يعني لما ترودو من كندا يغرد، لما ماكرون يغرد، لما جونسون يعلق، ليش هذا الاهتمام حتى خارج امريكا؟ لانه يعني في الـ في الـ في الثقافه الليبراليه الغربيه يعتبر يعني من فتره طويله انه موضوع الاجهاض حسب بانه يعني حق مطلق. وبعدين في تاريخ المحكمه العليا الامريكيه من تاسيس امريكا يعني نقضت اكثر من حكم، ولكنها المره الاولى اللي تقر المحكمه حق، يعني تقر امرا ما انه الامر هذا حق، بعدين تتراجع وتسحب الحق هذا. فهذه يعني اعتبرت خطوه للوراء حقوقيا بحكم انها سحبت ما كان يعني متعارف عليه لفتره 50 سنه انه حق دستوري. طيب لما نقول انه انسحب الموضوع وكذا، ولكن بنشوف برضو انه في ولايات لازال الموضوع فيها مقبول واوكي وممكن يتم فيه الاجهاض، فكيف هذا بنفسره هذا التناقض بين بعض الولايات والولايات الاخرى؟ الحكم اللي صدر ما قال انه الاجهاض جريمه، الحكم اللي صدر قال انه الاجهاض ليس حقا دستوريا. اذا كان الاجهاض حق دستوري معناته لا يحق لاي جهه تشريعيه سواء كانت يعني الولايه او كانت الحكومه الفدراليه انها تضع قوانين تمنعه، ولكن لما يكون ما هو حق معناته انه السلطات التشريعيه عندها مطلق الحريه انها تتخذ اي مسار تشريعي تراه. في الولايات اللي فيها اغلبيه يمينيه أصدرت قوانين بمنع الإجهاض، بينما الولايات اللي فيها أغلبية يعني يسارية أو ليبرالية لم تصدر الشيء هذا، بالعكس يعني بعضهم يفكر في إصدار قوانين يعني بحيث أنه يكون في نص قانوني يقول الإجهاض مسموح. ايه وسمعنا فقط مسكوت عنه. ايه سمعنا حتى عن بعض الشركات اللي قالت انها حتدفع لموظفاتها مثلا الراغبات في الاجهاض انهم يروحوا لولايه مسموح فيها وحيتكفلوا بالتكاليف حقه الاجهاض، يعني من باب الدعم. طيب هذه الاعتراضات الكبيره سواء من الفنانين السياسيين و و و هل حتجيب نتيجه ولا خلاص؟ يعني ما راح تجيب نتيجة أنه يتغير الوضع القانوني سريعا، ولكنها ممكن تأثر على مسار الانتخابات. لأنه زي ما ذكرنا في البداية الأغلبية ضد تجريم الإجهاض وضد إطلاق حق حمل السلاح يعني بشكل تام يعني بشكل مطلق، ولكنهم هذا الموضوع ما هو عالي على سلم أولوياتهم، ما هو يعني لا يصوتون على أساسه. عندهم أشياء تهمهم أكثر. قد التغيير الحاصل قد يرفع الموضوع هذا بحيث أنه يكون هذا عنده أولوية، فبالتالي شخص قد يكون يصوت مثلا لعضو كونغرس جمهوري لأنه يعني متوافق مع السياسة الاقتصادية مع آراء نحو مثلا لإنفاق الدولة وما شابه، بينما الآن لا يقول لا خلاص أنا ما عاد يهمني الموضوع هذا، الأهم هو الإجهاض، إذا كان الشخص هذا مع الإجهاض أنا راح أصوت ضده. واستطلاعات الرأي يعني بدأت تظهر تحرك في الاتجاه هذا، ما هو من غير الواضح هل هو سيكون فعلا تحرك كبير ومؤثر، ولكنه التحرك بدأ وغالبا سيكون له. طب بس احمد، البعض بيشكك في انه زي ما انت بتقول انهم ماينوريتي او اقليه اللي بيتحكموا في هذا الموضوع، لانه خصوصا الولايات الامريكيه يعني اللي هي بيسموها البايبل بيلت اللي هي في المنتصف، هذه عندها الامور هذه دائما بيكونوا خلينا نقول جمهوريين، بيميلوا لموضوع انه منع الاجهاض والكلام هذولي، وهذولي فئه كبيره جدا وهذولي فئه مؤثره في الانتخابات، يعني قد لا يكونوا بيظهروا على شاشات التلفزيون بكثرة ولكنهم في الانتخابات بصوتوا. لا هو يعني استطلاعات الرأي مستمرة من يعني من عشرات السنين تدرس الموضوع هذا وتوضح أنهم أقلية. طبعا لما نقول أقلية ما نعني أنهم 4-5%، ولكن نعني أنهم أقل من 50%. وبعدين موضوع الإجهاض وحتى موضوع حمل السلاح، ولكن يعني الموضوع أوضح في الإجهاض، ترى ما هو إهلاك يعني في 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 درجات. يعني هناك مثلا يعني لو ناخذ الحاله تكساس، القانون الان في تكساس يعني بعد الحكم صدرت يعني مرت مجموعه خطوات قانونيه، الوضع اللي وصل له في النهايه انه الاجهاض ممنوع تماما بعد الاسبوع السادس بلا اي استثناء، مهما كان الحاله ممنوع خلاص. الناس اللي ترى انه الاتجاه هذا صحيح
ما يتجاوزون 20%. 80% من أهل تكساس ضد الشيء هذا، ما هم ضد تجريم الإجهاض ولكنهم ضد أنه يكون بالمطلق وبالشكل هذا، يرون أنه لابد أن يكون في استثناءات. يعني فيهم فئة ترى أنه لابد أن يكون في استثناءات، بالاستثناءات صحية أو استثناءات للحالة، مثلا هل الحمل هذا نتيجة اغتصاب مثلا. أيه. وفي ناس يرون أنه لا، أوكي أنت لا، لابد تنظم الموضوع ولكن ترجع للحكم حق روفي ويت. الحكم هذا قسم الحمل إلى 3 مراحل، انه في الثلث الاول يمنع التنظيم، يعني للمرأة الحق تفعل ما تريد. في الثلث الثاني لا، يعني لا يسمح بمنع الإجهاض ولكنه يسمح بتنظيمه، يعني بوضع أنظمة وشروط خاصة. في الثلث الثالث الإجهاض ممنوع تماما. ايوه. في كثيرين يرون انه لابد انه يكون في تدرج وفي تفصيل. على العموم يعني هو هذا الموضوع بشكل عام جدلي، سواء هو او حق حمل السلاح، وقرار المحكمة الدستورية في هذا الموضوع اصلا ايضا جدلي، لانه قد يفتح الباب لإعادة النظر في امور اخرى وحقوق اخرى وقوانين اخرى. على العموم نحن حنتابع هذا الموضوع، وبنشكرك على هذه المشاركة. كان معنا عبر سكايب احمد الحنطي الباحث في الشؤون الأمريكية، شكرا على تبسيط الموضوع لنا. شكرا جزيلا.